السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أيها الكرام في درسنا لهذا اليوم للصف الأول ثانوي، المادة فيزياء 1، الفصل الدراسي الثاني، عنوان الدرس الجذب الكوني والقانون الثالث لكبلر. الجذب الكوني والقانون الثالث لكبلر، هذا موضوع درسنا لهذا اليوم. نشكر الأستاذ محمد العامري على حسن إعداده لهذه الدروس. معكم أخوكم في التقديم الأستاذ أحمد الشعبي، فعلى بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم، أول درس بعد الإجازة الربيعية الرائعة. نتمنى أن تكونوا قضيتم وقتا ممتعا وعودا حميدا لكم أيها الطلاب والطالبات، ونشاطا متجددا لبدء هذه ما تبقى من هذه الدراسة. أهداف درسنا أيها الكرام لهذا اليوم، أولا راح تربط بين قوانين كبلر وقانون الجذب الكوني، نربط بين قوانين كبلر وقانون الجذب الكوني. ثانيا نحسب الزمن الدوري ومقدار السرعة المدارية، راح تحسب أيها الطالب أيها الطالبة الزمن الدوري ومقدار السرعة المدارية. خمسة أيها الكرام، العلم هو أكثر من أن يكون مجموعة معلومات، إنه منهج تفكير، إنه منهج تفكير. طيب، في البداية أيها الكرام، تعلمون أن سقوط هذه التفاحة عندما كان العالم الفيزيائي الكبير إسحاق نيوتن تحت ظل هذه الشجرة يستريح قليلا، وضعت سقوط هذه التفاحة لنيوتن أساسيات وضع القانون المسمى بقانون نيوتن للجذب الكوني، قانون نيوتن للجذب الكوني، والذي سبق وعن درسناه وكانت صياغته بالطريقة التالية، أن F تساوي G كابيتال في M واحد في M اثنين على R تربيع، وكان هذا القانون هو قانون نيوتن للجذب الكوني، أن القوة الجاذبة تساوي ثابت الجذب الكوني، ثابت الجذب الكوني مضروبا في كتلة الجسم الأول مضروبا في كتلة الجسم الثاني مقسومة على مربع المسافة بين مركزي الجسمين. وقلنا أن تبعا لهذا القانون فإن F تتناسب طرديا مع M1 وM2 ومع الكتلة يعني كتلتي الجسم، وطرديا مع مربع وعكسيا عفوا تتناسب الF مع مربع المسافة بين مربع المسافة بين مركزي الجسمين. هذا بالنسبة لهذا التمهيد وهذه التهيئة وكيف قانون نيوتن للجذب الكوني تم كتابته، وينص على أن الأجسام تجذب أجساما أخرى. إذا عندنا هنا جسم مثلا، هذا الجسم الأول وهذا الجسم الثاني، هذا M1 وهذا M2، فإن الأجسام تجذب أجساما أخرى بقوة تتناسب طرديا، هذه القوة مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسيا مع مربع المسافة مع مربع المسافة بين مركزي مراكزهم. طيب نأتي الآن أيها الكرام إلى هذا ما سبق وأن بيناه في الشريحة السابقة، اللي قوة التجاذب بين جسمين تتناسب طرديا مع كتلة الأجسام. لو قلنا لكم هنا في هذا السؤال واختر من هذه الأشكال الشكل رقم واحد، الشكل رقم اثنين، والشكل رقم ثلاثة، وقلنا لكم أيهما أكبر قوة تجاذب، رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة، فمن يستطيع الإجابة؟ فمن يستطيع الإجابة أيهما أكبر قوة تجاذب بين الأجسام، الشكل الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ نلاحظ في البداية أن الشكل الأول والشكل الثالث أن أجسامهم متساوية، كتلهم تقريبا متساوية. الشكل الثاني هناك اختلاف في الكتلة، فكتلة الجسم الثاني هنا أصغر من كتلة الجسم الأول، فهذا بكل تأكيد فإن قوة التجاذب فيها أقل من الأول، أقل من الأول، لأن قوة التجاذب تتناسب طرديا مع كتل الأجسام. وأولا هنا
رقم واحد كتلة الجسم الأول، والثاني أكبر من كتلة الجسم الثاني هنا في الجسم الشكل الثاني. طيب إذن نأتي إلى رقم واحد وثلاثة، أيهما أكبر قوة تجاذب، هل رقم واحد أم رقم اثنين؟ نلاحظ أن هنا رقم واحد كتلة التجاذب بينهما كبيرة جدا، بسبب أن الكتلة كبيرة والتجاذب بينهم كبيرة، بسبب أن كتلة الجسم كبيرة والمسافة بينهما قليلة. أما هنا فالأجسام كتلتها كبيرة صحيح، لكن المسافة بينهما بعيدة، وهناك علاقة عكسية بين المسافة وبين قوة الجذب، فالإجابة راح تكون هنا بالشكل رقم واحد، هو أكبر قوة التجاذب بين الجسمين. هذا هو الجواب الصحيح لهذه المسألة، أو لهذه المقدمة المميزة من الأستاذ المعد. طيب نأتي أيها الكرام الآن إلى الجذب الكوني وقانون الثالث الكبير. نيوتن لما قام بوضع قانون الجذب الكوني وضعه بطريقة تنطبق على حركة الكوكب حول الشمس، بطريقة تنطبق على حركة الكوكب حول الشمس، وكان هذا يتفق مع قانون الثالث الكبلر، ويؤكد أن قانون الجذب الكوني يتطابق مع الأفضل المشاهدات الحديثة. هذا لما وضع نيوتن هذا القانون، لما وضع نيوتن هذا القانون وضعه بطريقة تنطبق على حركة الكواكب حول الشمس ويتفق مع قانون الثالث لكبلر. طيب كيف استطاع نيوتن استنتاج هذه العلاقة بين الجذب الكوني والقانون الثالث لكبلر؟ سأكتبها لكم هنا بالتفصيل، أتمنى تركزوا معي تركيزا مهما. أولا لو نرسم يعني هذه الشمس، وهذه حركة الكوكب حول الشمس، وهنا راح يكون الكوكب موجود. يصير عندنا هنا أيها الكرام الشمس، وهنا الكوكب، وهذه كتلة الكوكب ام بي، والمسافة بين الشمس والكوكب هي الار، المسافة بين الشمس والكوكب هي الار. اذا اعتبرنا ان كوكب اي كوكب يدور حول الشمس، يمكننا كتابة قانون نيوتن الثاني للحركة، القانون المعتاد المعروف للحركة القانون نيوتن، بالطريقة التالية. أول خطوة، خطوة رقم واحد، يصير عندنا F المحصلة تساوي MB اللي كتلة الكوكب على التسارع المركزي للكوكب. هذا إذا اعتبرنا أن الكوكب يدور حول الشمس، استطعنا كتابة قانون نيوتن الثاني بهذه الطريقة، حيث أن F قوة الجاذبة الجاذبية، وM كتلة الكوكب، وAC هي التسارع المركزي. طيب طبعا نعتبر ان هذا المدار اللي بس ودرسنا انا نعتبره مسار دائري بالكامل. طيب درسنا في الفصل السادس ايضا هذه النقطة، يعني رقم اثنين في الفصل السادس الماضي، درسنا ان التسارع المركزي يساوي 4 باي تربيع في ار على تي تربيع، صح ولا لا؟ بالتعويض من 2 في 1 راح نستنتج العلاقة التالية، F تساوي MB في 4 باي تربيع في R على T تربيع. يعني عوضنا بدار الـ AC هنا وضعناه هنا فقط. أتمنى أن تكون الخطوة هذه واضحة. طيب التي هنا ما هو المقصود فيه؟ التي ما هو؟ هو الزمن الدوري. ما معنى الزمن الدوري؟ راح ناخذه في الشريحة القادمة. الزمن الدوري هو الزمن اللازم لهذا الكوكب، ها؟
لكي يدور دورة كاملة حول الشمس، الزمن اللازم ليكمل هذا الدور الكوكب دورة كاملة حول الشمس. طيب إذا سوينا هذه المعادلة، هذا الحد الأيمن، سويناه بقانون الجذب الكوني لنيوتن، راح يكون القانون عندنا بهذه الطريقة. هذا قانون نيوتن الجذب الكوني جي اللي كتبناه قبل قليل، ام واحد ام اثنين على ار تربيع تساوي ام بي في اربعة باي تربيع في ار على تي تربيع. طبعا هنا ايها الكرام عندنا كتلة الشمس ام سي وكتلة الكوكب ام بي، هذه الكتلة ام بي راح تروح مع هذه الكتلة ام بي، وباستطاعتنا كتابة التي تربيع بهذه العلاقة، تي تربيع تساوي اربعة باي تربيع على جي كابيتال في ام اس اللي كتلة الشمس على ار تكعيب. هذه يا كرام التي تربيع. اذا اردنا حساب التي، هذه المعادلة راح تكون تحت الجذر، هذه المعادلة راح تكون تحت الجذر بهذه الطريقة، ويكون عندنا هذه الطريقة لاستنتاج الزمن الدوري بقانون نيوتن الثاني، وهو قانون نيوتن للجذب الكوني، استنتجنا منه هذه العلاقة. إذن أيها الكرام بهذه الطريقة استطعنا كتابة استنتاج الزمن الدوري لكوكب يدور حول الشمس. باستطاعتنا إخراج التي تربيع مع الأربعة، تصير عندنا 2 باي والبقية تحت الجذر بهذه الطريقة. تصير عندنا في النهاية نستطيع كتابة التي بهذه الطريقة، تي يساوي 2 باي خارج الجذر في ار تكعيب على الجذر في داخل الجذر في جي كابيتال في ام اس. هذا هو قانون نيوتن للجذب الكوني، اتمنى ان يكون واضح. هذا عفوا هو الزمن الدوري لكوكب يدور حول الشمس. طيب اذا الزمن الدوري هو الزمن اللازم لدوران الكوكب دورة كاملة حول الشمس. لكي يتم الكوكب دورة كاملة حول الشمس لابد من استخدام يسمى هذا الزمن الدوري. إذن الزمن الدوري هو الزمن اللازم لدوران الكوكب دورة كاملة حول الشمس، وتكتب بهذه العلاقة تي تساوي 2 باي جذر ار تكعيب في جي في ام في ام اس، حيث ان الار هي البعد بين مركزي كتلة الشمس وكتلة الكوكب، جي هو ثابت الجذب الكوني، وام اس هي كتلة الشمس. طيب هذا القانون ايضا يا شباب، هذا القانون ايضا يطبق على اي مدار دائري ومدار اهليجي. المدار الاهليجي اللي هو له بورتين اللي استنتجه كيبلر في القوانين الثلاثة. لو افترضنا ان الكوكب يدور في حول الشمس في مدار اهليجي. طيب ناتي الان ايها الكرام الى يدور نبتون حول الشمس في مدار نصف قطره تقريبا 4.495 ضرب 10 اس 12 متر. اذا كان كتلة الشمس هي 1.99 ضرب 10 اس 30 كيلوغرام، وقيمة ثابت الجذب الكوني هو 6.67 من 100 ضرب 10 اس سالب 11 نيوتن في متر تربيع لكل كيلوغرام، فاحسب الزمن الدوري لنبتون. هذا القانون ايها الكرام لحل هذه المسألة، اولا نحن كالعادة نكتب المعطيات ثم نبدأ في حل المسألة. معطياتنا أيها الكرام نكتبها بهذه الطريقة، R تساوي 4.495 من 1000 ضرب 10 أس 12 متر. عندنا كتلة الشمس اللي هي MS تساوي 1.99 وهي كتلة كبيرة جدا عظيمة، سبحان من خلق هذا الكون،
30 كيلوغرام، وعندنا ثابت الجذب الكوني جي يساوي 6.67 ضرب 10 أس سالب 11 نيوتن في متر تربيع على كيلوغرام تربيع. المطلوب هو الزمن الدوري، المطلوب هو الزمن الدوري. نأتي إلى الحل، حل المسألة. نكتب قانون الزمن الدوري لكوكب يدور حول الشمس بهذه الطريقة، تي تساوي 2 باي جذر آر تكعيب على جي في ام اس، ونعوض بالأرقام. 2 باي جذر الآر تكعيب افتح قوس 4.495 من 1000 ضرب 10 أس 12 الكل تكعيب على جي اللي هو 6.67 ضرب 10 أس سالب 11 ضرب 1.99 ضرب 10 أس 30 قفل قوس. يكون الجواب النهائي للتي أيها الكرام، الجواب النهائي للتي في هذه المسألة، ولا بد أن تكون متقن لعمليات الحسابية في الآلة حتى يكون الجواب عندك صحيح، راح يكون عندنا تقريبا 6.02 ضرب 10 أس 5 يوم حتى يكمل نبتون دورة واحدة حول الشمس، يحتاج إلى هذه الأيام. هذا الزمن الدوري لكوكب نبتون، لكوكب نبتون. طيب أيها الكرام، هذا بالنسبة لهذه المسألة. أتمنى أن يكون الشرح فيها واضحا وكافيا وتاما. سؤال: يتناسب مربع الزمن الدوري لكوكب مع نصف، أولا قطر مداري حول الشمس، نصف قطر مداري حول الشمس مربع، نصف قطر مداري حول الشمس مكعب نصف القطر. هذا القانون يا شباب نعيد مرة ثانية: التي تساوي 2 باي جذر آر تكعيب على جي كابيتال في ام اس. ها، هذا لاحظوا يا شباب، هنا الآر آر تكعيب. ها، إذا الجواب هنا الصحيح أيها الكرام هو نصف قطر مداري، عفوا أيها الكرام، آسف جدا، الجواب الصحيح هو مكعب نصف قطر، مكعب نصف القطر، هذا هو نصف القطر تكعيب. هذا هو التناسب بين مربع الزمن الدوري لكوكب مع مكعب نصف قطر مداري حول الشمس. علاقة الزمن الدوري لكوكب، علاقة الزمن الدوري لكوكب تسمى صيغة نيوتن للقانون الثالث الكبرى، حيث تم استنتاجها بالربط بين قانون الجذب الكوني وقانون كبلر الثالث. فهذه العلاقة أيها الكرام، نعم، تسمى بهذا الكلام، وتسمى بهذه صيغة نيوتن للقانون الثالث الكبلر، لأن استنتجناها قبل قليل من قانون الجذب الكوني وقانون كبلر الثالث. لهذه العبارة تسمى العبارة الصحيحة، هذه عبارة صحيحة 100% أيها الكرام. إذن هذا هو جواب صحيح، عبارتنا صحيحة لهذا السؤال. طيب أيها الكرام، نأتي الآن إلى ملخص درس اليوم: الجذب الكوني والقانون الثالث الكبلر. أخذنا العلاقة بين قانون نيوتن للجذب الكوني، وكيف استنتجنا قانون العلاقة بين قانون نيوتن للجذب الكوني والقانون نيوتن يساوي F J M1 M2 على R تربيع، وما هي علاقة M1 و M2 بالF،
وعلاقة الإف بي الآر تربيع علاقة عكسية وهذه علاقة طردية. كذلك أخذنا الزمن الدوري لكوكب يدور حول الشمس بالعلاقة التالية تي 2 باي في جذر آر تكعيب على جي ام اس، وعرفنا العلاقة بين التي وبين الآر ما هي العلاقة. وكذلك استطعنا حساب الزمن الدوري لكوكب نبتون حول يدور حول الشمس. هذا درسنا أيها الكرام لهذا اليوم، هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.